بتحكي لي شو رأيك بآلية العمل هون بمديرية النقل والخدمات اللي عم يقدموها، وإذا في عندك أي مقترح لتطوير آلية العمل؟ تفضل. والله المعاملة كتير ممتازة، يعني أنا مبارح قدمت طلب النقل واليوم وصل، يعني شيء ممتاز ممتاز، كتير كتير الإجراءات كويسة وسريعة، وتعامل الموظف مع المواطن كتير ممتاز، كتير الإجراءات سريعة، ما في أحسن من هيك. بالنسبة للخدمات، الخدمات جيدة فوق الجيد، مو جيد فوق الجيد، ما في أي عقبات، الأمور سهلة، التعامل مع الموظف تمام التمام، ما في أي إشكال نهائيا، تنزل المعاملة، يعني أنا مواطن بإمكاني نفذ أي معاملة خلال نص ساعة، فراغة رهن حي الله شغلة، كانت بإمكاني بنص ساعة أنجز المعاملة، الأمور تمام سهلة على التمام التمام على العين. طيب شو في عندك أي اقتراح مثلا لتطوير آلية العمل لإنجاز المعاملات بأكبر قدر ممكن من بعد؟ تفضل. والله في عنا موضوع واحد بس، هو موضوع السند التمليك، عم نعاني منه كتير، عم يعطونا سند تمليك ورقة، فهيدي ما عم نهتم فيها. ليش؟ لأنه ورقة، معتبرة ورقة، فمشان الأفضل يكون يا أما يحطوا يعدلوا رسوم سند التمليك على رسوم السيارة، أو يعفونا منه لسند التمليك، لأن عبلاء ملاقي عقبة. هون في تسهيلات بشكل عام بالعمل، بس نحن هون عم نعاني دائما موضوع شبكة الاتصالات، إنه نحن عنا دفع إلكتروني عن طريق البنك المركزي، أكثر الأوقات ما بيكون في شبكة للدفع، يعني ممكن تأجل معاملة تاني يوم حتى تصير دفع أو بعد أو نهاية الدوام. تمام، الوضع ممتاز جدا، هلا اشتغلت معاملة تجديد ميكاني، الحمد لله أموره تمام، 5 دقائق كنا خاصين من المعاملة كلياتها، في تسهيلات جدا والأمر مريحة كمان الحمد لله. صراحة كتير انبسطت إنه على تعامل الموظفين هون بكل أدب ولياقة، وكل أموري مشت نظامية 100%، ما تعثرت بأي ورقة ولا بأي شيء، ومشيتها بنفسي حتى بدون معقب معاملات، من ضبط الفحص لأرشفة الضبط لعقد البيع لكل الأمور الثانية. فأنا جاي من غير محافظة، بتمنى أنه كل المحافظات تكون نفس الطريقة. عندك أي مقترح لتطوير آلية العمل مثلاً؟ يعني بس ضيقنا بس المناطق الشوب بس مو أكثر، أنه بدها تكون بس مكان فحص السيارات أنه تكون إلى مظلات بس.